منه بالاول كنت نعيش مع شي ناس مرورة هنايا عادي في مودي ديال انا ما عرفتش تكبرت شويه من بغيت نخدم حتى شي واحد ما يخدمني ما والو حيت ما عنديش لاكارت هذيك الساعه ما عنديش لاكارت ومني قال لي الناس هز الحل المدني ديالهم ديال الناس اللي كتعيش معاهم زيد عطيت الناس خرا وما لقيتش فيها السميه ديالي انا هادو اللي مربني انا ما لقاوش سميتي بقيت كنبحث نبحث نبحث حتى لقيت امي كتكون في حي محمد هي وسبعه ديال خوت ولا ثمانيه نهار مشيت عندها تعرف عرفوني على الناس لقيتها في عين سبع مني مشيت عندها قلت لي سير من بعد درت معايا اتصال تلاقيت بها في سميتو في تيران طاس حدا المدرسة عمار بن الخطاب جاتني اتساع جاتني عند هاد الناس هادو قلت لهم علاش ما حطيتوش شحال مدنية هي نكراتني ديك الساعة من الورا نكراتني قلت لها وريني الاب ديالي قلت لها ما كنعرفوش يومين هذا بقيت كنمشي ونجي عليها نمشي ونجي عليها ما هداش الله توريني با قلت لها باك صافي نهار وليت لك عطيتو دوك الناس هاد الناس ما حطونيش شحال مدنية بقيت نشرد هكاك ما كنتش كاع انا هكا حتى العائلة ديال الزباهية ديال مي ما نعرفهمش انا عرفتها هي نهار الاول صافي ما نعرف لا خال لا خاله لا حتى شي واحد حتى خوتي ما كي زعما ما يسولوش فيا حتى هي كانت ناكراني عليهم علاش انا ملي كنمشي نسول كيقول لي اش بغيتيها فاش الاخرين ملي ملي قويت انا نمشي بزاف غوتو على هي من شاطئ النحله دار خوها جات هي كانت ناكرة عليهم بلا انا كاين عندهم فهمتي دابا حيت كاين ثلاثه باهم بوحدو جوج باهم بوحدو انا با بوحدي وبنت اخرى باها بوحدو الا لقيت شي انسان يوقف معايا بواحد عليا ما كرهتش المشكل اللي عندي انا في طواريت وسنا الفري البيت واحد في طواريت انا كنعس انا هنا حدا الطويبلة هادي وليداتي هنا المعيشة راه كريسة الله عندي سبعة امهم ثمانية وانا تسعود هو كلشي بحال مدينة حداك الله قلت الله اكبر ما لقيتش قالك شي الميلاد قالك طونسي هو البصر وفين انا غادي نمشي ما عنديش لا امكانيات عندي كريسة كنظن نجري بهذاك الشيء اللي قرا البيع من الصباح حتى الليل واللي بغيت يعاونوا معايا لله في سبيل الله